أسباب تواجد البطولة الجديدة وتوجه مختلف وواضح زي ما أنا بقول، يعني الدعم الكبير من فيفا للبطولة دي، وجهة نظرك إيه اللي ممكن يكون اتغير أو حصل عشان نشوف بطولة جديدة بتضم وممكن تكون كمان بتغطي على البطولة الأعرق بالنسبة لكل جمهور الكورة اللي هو دوري أبطال أفريقيا بس من النسخ اللي جاية؟ يعني صحيح يا مريهان، يمكن انفنتينو نفسه راجل جاي عايز يعمل فارق بجد في كره القدم وعايز يعمل تغيير في كره القدم. النهارده احنا بنتكلم واحنا 2023، الراجل ده في خلال ولايته ليه او رئاسته للفيفا النهارده بنشوف كاس عالم في بلد عربي اخيرا او في منطقه الخليج. نتكلم على النسخه اللي بعدها هتكون برضو في بلد افريقي طبعا بالاشتراك مع بلاد تانية. المباراه اللي هتتلعب احتفالا باول نسخه خالص في اوروجواي هتكون في امريكا الجنوبيه، فبالتالي راجل بيطور من الكوره حقيقه وعايز يبقى فيه اكثر شموليه لان كل الناس لا تحرم من كره القدم حتى الدول الاقل حظا. النهارده جت الفكره، انا افتكر مؤتمر صحفي اللي كان عامله في فبراير 2020 واتكلم على ان انا عايز اطلق مبادره لتطوير كره القدم في افريقيا. فناس سالته طب انت شفت تابعت المباراه وبتحضر نهائي دوري الابطال انفنتينو انت شايف ايه اللي هيحصل؟ قال لهم لا، انا شايف ان الكره الافريقيه حاليا على مستوى الانديه بعيده بحوالي 30-40% عن الكره الاوروبيه. ده عشان يتغير وغير مستقبل كره القدم انا هطلق فكره دوري الافريقي لكره القدم. وكانت رؤيته انه انا دلوقتي حتى لما كان نجيب بيتكلم على العنصر الجغرافي كان مهم جدا في اختيار الكاف بالاتفاق مع الفيفا انه تبقى اكثر شموليه جغرافيا، عنصر جغرافي ان انا من شمال ووسط غرب وجنوب كل دول يكونوا بيلعبوا. طبعا هي نسخه تجريبيه عشان انا لما بجرب بعمل اشوف غلطات. والنسخه اللي كان في كلام على 24 نادي، انا بعتقد لو نجحت باذن الله النسخه دي وباذن الله الاهلي توج بيها هتبقى النسخه اللي بعدها، ده كلام برضو انفنتينو قريبا في مؤتمر صحفي انه تبقى 22 نادي بعدين يبدا يستحدث فكره ال 24 نادي. لكن الفكره الاهم هنا انه في ناس تسمع كلمه السوبر الافريقي او الدوري الافريقي بيجي في دماغها ايه على طول؟ انا اجيب بيجي في دماغها فكره السوبر الاوروبي، ليج السوبر ليج الاوروبي. الفرق كبير قوي هنا وشاسع بانه طلعت من رحم انديه كبيره في عنصر جشع في الموضوع او هي الاكثر عندها العلامه التجاريه كبيره عن انديه بسيطه وفقيره، فبالتالي رفضت بشكل بفيتو قاطع من رئيس الاتحاد الاوروبي. النهارده هي مبادره من الفيفا والكاف لاستحداث الدوري الافريقي مش العكس، فبالتالي هم اللي يعني عرضوا الفكره على الانديه وتم استحداث البطوله دي. بعتقد كمان ان في مريهان فرص لانديه على فكره. طب ليه عملتها؟ فكره في انديه محتاجه تكون الفرصه دي ومنها انيمبا. انيمبا اخر سيمي فاينل لعبه 2011 في دوري ابطال افريقيا، النهارده لما تدي له فرصه يتواجد زي ما كان يجيب له طموحاته، تجدد طموحاته وفكره نوك اوت، انت تلعب ثلاث ادوار بس فانت عندك فرصه انك يخش لك مداخل، ده الاهم العنصر المادي طبعا، وكمان تكون بترجع على الساحه تاني انك اول مره توصل لدور نصف نهائي من 2011 بعيد جدا.